دخل قرار حظر صيد او تداول او بيع سرطان البحر القبقب حيز التنفيذ يوم امس الجمعه ويستمر لغايه منتصف شهر مايو المقبل. وقال المجلس الاعلى للبيئه ان هذا القرار ياتي في اطار حرص مملكه البحرين على حمايه الثروه البحريه والتنوع البيولوجي في المياه الاقليميه للمملكه ووقف عمليات الصيد في فتره التكاثر، واشار المجلس الاعلى للبيئه الى ان فرق الثروه البحريه وبالتعاون مع الجهات المعنيه ستباشر عمليات الرصد لمنع اي تجاوزات او مخالفات لهذا القرار داعيا الجميع الى حسن التعاون والالتزام بالقرار من اجل حمايه الثروه البحريه بمملكه البحرين